طبعا احنا في حادثة يعني ان شاء الله ما تتكررش تاني. عزقنا لاهالي المتوفيين وايضا كل تمنيات المصابين ان شاء الله يكونوا بالسلامة. انما حضراتكم زي ما انتم شايفين الاستعدادات كانت سريعة جدا. الحادثة كانت الساعة 12:45، الساعة 2 كانت في شيء مهم احنا متواجدين في مكان الحادث. معانا السيد مساعد وزير الداخلية، معانا سيد رئيس النقابة في اسكندرية، معانا المستشار العسكري، معانا التضامن، معانا الصحة، معانا رئيس المركز، معانا السكرتير المساعد، وزي ما احنا شايفين يمكن عربات الإسعاف متوفرة بعد انتهاء الحادث. الوفيات 7 وفيات، وده برضه هنقول رقم شبه حق شبه نهائي لكن لسه بنتحقق. الوفيات راحت على مستشفى دمنهور، راحت على إيتاي، راحت على بدر. المصابين المصابين 57، بس ايضا ليس رقم نهائي لان احنا بنشكر الاهالي هنا كانت يعني نشكرها جدا انها قامت برضو بنقل بعض المتوفين ونقل بعض المصابين. يعني اعتقد ان الحادثة كانت بسبب يمكن قطار البضائع زي ما احنا شايفين كده كصورة أولية، لكن هنتحقق بعد كده من المسؤولين في سكة حديد. شكرا. طبعا المحافظة ان شاء الله هتقوم بكل الدعم الواجب للأسر المتوفين وللمصابين. طلبات المواطنين في حاجة لها تتحقق؟